أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الدليل على التفريق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة داخل الكعبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصلي فيها الفريضة، فلو كانت الفريضة داخل الكعبة مشروعة لا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرص على الخير. نعم.